كابتن حمدي الصافي طبعا المدير الفني لفريق النادي الاهلي. كابتن حمدي مبروك البطوله، البطوله الرابعه، يمكن اكدت على كده من اول الموسم وقلت ان شاء الله هدفنا الاربع بطولات وبالفعل حققناهم، لكن المجهود الكبير دي الفتره اللي فاتت ازاي قدرنا ان احنا نحصل على اربع بطولات؟ ده يرجع للجهاز الفني ويرجع لاصرار اللاعبات الجامد جدا يا كابتن حمدي. اكيد طبعا، احنا في اول السنه قعدنا مع بعض واتكلمنا وقلنا لازم نعوض البطوله الافريقيه السنه اللي فاتت، هو اقل تعويض للجمهور بتاعنا والنادي بتاعنا ان احنا ان شاء الله نجيب لهم الاربع بطولات السنه دي. الحقيقه اللاعبات بتاعتنا كان على قد المسؤوليه، التزام تام طول السنه، حتى الناس اللي بتبقى مصابه بتبقى ملتزمه، يعني مجهود رائع منهم. انا بشكرهم على الهواء، بشكر الجهاز الفني، مجهود رهيب. الناس فعلا وصلت لمرحله انها تعبانه جدا من كتر المجهود، بس الحمد لله ضغطوا على نفسهم النهارده واحرزنا البطوله الرابعه، وبنهديها طبعا للنادي الاهلي وجمهورنا وبنقول لهم الحمد لله اوفينا ونفذنا الوعد بتاعنا الحمد لله. يعني بالجهاز الفني، الجهاز البدني طبعا، ويمكن الحاجات اللي احنا بنشوفها ان اللعيبه واقفه لاخر ثانيه على رجليها، وعدد البطولات الكبير ده مجهود كبير برده يا كابتن حمدي بالنسبه لك. اكيد طبعا كل المدربين عارفين مش سهل، حاجه صعبه ان انت تشارك في اربع بطولات، خاصه في شهر 3 و4 ده بيبقى فيه ضغط كبيرة في الماتشات، سواء نهائي الدوري وكاس وبطولة أفريقية وقبلها بطولة عربية، بيبقى مجهود بدني. أنا بشكر طبعا الجهاز المتخصص في اللياقة البدنية بتاعنا، الجهاز الفني على أعلى مستوى الحمد لله، كله على قلب رجل واحد، وكنا متعهدين إن احنا نحقق للنادي الأهلي إنجازات السنة دي، الحمد لله حققناها، وأنا بشكرهم على الهوا وبشكر اللاعبات، والحمد لله يعني موسم كان صعب. تقولي المجلس الاداره على المسانده الدائمه والمستمره كالعاده، الفريق لا ننساه، كل الالعاب الرياضيه والنشاط الرياضي بالنادي الاهلي، ان شاء الله المسانده تكون مستمره حتى اخر الموسم القادم ان شاء الله. والله النشاط الرياضي في النادي الاهلي ومجلس الاداره عارف ان فريق الطايره فريق مميز، بيدعم كل الفرق عندنا الحمد لله، وخاصه الفرق اللي هي بتحرز بطولات. النادي موفر لنا كل حاجه تقريبا، كل اللي طلبناه السنه دي كله اتحقق، سواء تعاقدات او معسكرات. ان شاء الله باذن الله احنا بنوعدهم طول ما انتوا واقفين ورا ظهرنا، ان شاء الله في بطولات وفي انجازات للكره الطايره سيدات في النادي الاهلي. وانا طبعا على الهوا بشكر فريق طايره رجال وبحييهم وبقول لهم الف مبروك على الانجاز الكبير اللي حققوه امبارح، وتكمله لانجازات الكره الطايره في النادي الاهلي سواء على مستوى الرجال ومستوى السيدات. الحقيقه موسم تاريخي لينا، ان شاء الله يتوج باحراز كل البطولات السنه دي. شكرا.